عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي، وتكونوا في صحه جيده، والله يوفق كل واحد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عالم ام صفا غنشارك معكم هذه الوصفه الشتويه، تتجي غزاله البنات بالتوابل ديالها وبالطريقه ديالتها وكيفاش غطيب، غتعجبكم البنات. ما عليكم غير شجعوني خوتي وخواتاتي، وخليوا لي لايك وتعليق زوين، وبارطاجيو القناه ديالي، الله يجازيكم بخير. نتمنىكم تشجعوني بزاف، ولي اول مره زار القناه ديالي وركع الجرس ويدير لايك ويتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، الله يجازيكم بخير. وبارطاجيو القناه ديالي دائما كما تنقول لكم، شكرا لكم بزاف، وبسم الله على بركه الله. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها، راها زوينه وتحقق منكم التجربه ان شاء الله، وتشجعوني عليها وشكرا لكم بزاف. حنا بسم الله على بركه الله خواتاتي، هذه هي المقرونيه البنات، تجي غزاله ما نقولش لكم ما شاء الله. المهم عندي هنايا شويه قطعه تاع اللحم، اللي بغى يدير الدجاج اللي بغى يدير اللحم، اللي ما بغاش ما يدير فيها والو يديرها بلاش. عطيمها هو بالمخ ديالو، شوفوا تبارك الله كدير، قطعه ديال اللحم. هنا البنات عندي حبه ديال البصل الاخضر تبارك الله وطري على جديد، وعندي حبه بصله كبيره، وعندي الحار، انا عندي مفضل في البرد وفي الصيف فص ديال الثوم والربيع. هنا البنات شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، شويه التحميره، شويه الابزار، الملح على حسب الذوق، هاد الطامه ديال الكنور غير ديال الخضار، وغندير شويه الكمون ما حطيتوش. هنا عندي زيت الزيتون. صافي البنات، نجيب الطنجره ديالتي الماء طايب، غادي نقلي الحيمات ديالي البنات ونسد عليهم. مطيشه ما وريتهاش لكم البنات، ها هي ندير الحيمات ديالي البنات، نحيد الحار ماشي دابا، ها هما. وغادي نقلي هادشي الكل، نقليه ونروي ونسد عليه حتى يطيبوا الحيمات شويه وتلقوا البنه ديالتهم. المهم هانتوما معايا البنات تشوفوا الطريقه كامله، ما عليكم غير شجعوني خوتي وخواتاتي، الله يجازيكم بخير. تنسحق منكم التشجيعات والوصفات، جربوهم ان شاء الله الى راهم غزالين ديال هاد البرد، اقتراح للعشاء ولا حتى الغداء مالو علاش لا، زوين مشبع وفيه الفيتامينات وسخون وزوين. صافي البنات، هنا غندير نص ديال المطيشه، ما غنديرش كلشي حتى نقليها، عاد غنزيد الشيء الاخر، وغنزيد البنات السكاز ديال زيت الزيتون، وغندير الكمون حتى هويا، غندير الكمون، وغندير طريطقه ديال السمن، انا عزيز عليا السمن في البرد البنات، تناكلو بكثره. وغادي نشارك معكم السمن حتى هو، غادي نصايبو في المنزل وغنشاركو معكم. غندافق البوطه، وهانتوما معايا البنات، البنات ها هي القامه ديالي تتقلى مع الحيمات. هادي واحد العصير ما بغاش تكرضي، درتها صاينه بحال هكا تعطي البنات ها هي. عرفتوا هاد البرد البنات ديروا هاد الوصفات الا راهم تيجيو زوينين البنات، والا عجبتكم هاد الوصفه خلوا لي ندير لكم حتى ديال القطنيه، تجي غزاله مقرونيه بالقطنيه تجي رائعه يا البنات، وما نقولش لكم واحد المذاق، وزوينه زوينه زوينه بالاعشاب كامله، كاع داكشي اللي عندي في الدار تنديروا فيها، ما نقولهاش لكم حتى تحطوا لي في التعاليق قولوا لي صايبيها لينا ونديرها لكم، غتعجبكم ان شاء الله. دابا غادي نكمل المطيشه اللي باقا عندي، بزلافه ديال المطيشه، والما ها هو طيبته من قبل، باش غادي نروي ندير لاصوص ديالي، غندير شي جهد يطرو ديال الماء، هيك عندي السكيل ديال المقارونية محايده منه شويه باش ما يشيطش لينا ونلوحو الحاجه، نديروها لحد في القد وناكلوها ونتسبنوها وما تضيعش. هادشي اللي كاين البنات، دابا راه غنسد عليها ونخليها واحد 20 دقيقه تصفر مزيان، عاد باش نحل وندير المقارونيه. وها نتوما معايا حتى تشوفوا الوصفه على عينيكم، راها غزاله البنات، تسحق منكم تجربه وتشجيع ان شاء الله. ولي لايك البنات والبارطاج، البارطاج الله يجازيكم بخير. واول اول واحد شاف القناه ديالي، زعما زار القناه ديالي ودخل وطلعت ليه، يدير الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي،
ونتمنى من الله يعجبكم المحتوى ديالي عالم ام صفاء. وشكرا لكم البنات بزاف بزاف بزاف. هذا الفيديو غنلوح لكم في اقرب وقت ان شاء الله يا البنات. وشكرا لكم بزاف. صافي هنا البنات انا حليت غندير المقارنية ديالتي ها هي. كما اللي حبيتو ديروا الشعريه ديروا هذه قادوس ديروا اللي متوفر عندكم ديروا. صافي البنات وغنعاود نسد عليها واحد 10 دقائق. صافي نزيد واحد شويه لاصوص غندير غير حار واحد البنات بزاف. صافي وغنعاود نسد البنات واحد 10 دقائق نسد عليها تصفر 10 دقائق ونحلو ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم وتشوفوا كيفاش. صافي البنات هنايا حليت عليها يا طابات شوفوا نتوما تبارك الله كيفاش تجي تجي زوينه. نتمنىكم البنات تجربوها. ما عليكم غير تخليوا لي تعليق زوين ولي لايك كيف العاده. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي قدام وجداد الله يجازيكم بخير. بارطاجيو القناه ديالي وجربوا هذه الوصفه راه تستحق التجربه. جربوا وردوا عليا راه غادي تعجبكم ان شاء الله. وبالسلام عليكم ونتلاقاو دائما في الجديد والبسيط والحاجه المنفعه ان شاء الله.